نعم الأخ سلم، نختم إن شاء الله اللقاء هذا، رانا طولنا عليك شوية. الأخ سليم، في نهاية هذا اللقاء، هذا الناس اللي ظلموك، الناس اللي سجنوك، الناس اللي شهدوا عليك شهادة الزور، الناس اللي ظلموك، الناس اللي تسبوا في مأساتك، يا هل ترى أنت مستعد على جل باش تصفح عليهم؟ ونختموا بدعاء، ديرنا دعاء ونطلبوا من الإخوة اللي راهم يسمعوا فينا باش يأمنوا. يعني الأخ نور الدين، كنت مرة في هنا في سطيف في البيت بعد خروجي من السجن، سمعت نداء يناديني. كان الشتاء وكان الثلج يعني يتهاطل بكثافة. طليت على النافذة الشرفة، نلقى إنسان باللحية والقندورة دير قط طاقية بيضاء. السلام عليكم. السلام، ماذا تريد؟ ما نزلتش، كلمته من الشرفة، قال لي أنا كنت حارس في السجن وكنت نغلق عليك. اليوم راني خرجت وراني تبت، جيت نطلب السماح. قلت له روح يا فلان، عفى الله عنك، وعنك 60 سموح، كل إنسان رجع فهو في حل، كل إنسان ظلمنا ورجع فهو في حل، لأذى الدين وأذى الله ورسوله هذا بينه بين رب العالمين، يعني لا دخل لي في ذلك. هذه الخلاصة. يعني كان أرسل مرة سين إكس، أرسل لي مع الوالد في السجن، قال له قل له يسمح لي، وهو كان لا يزال يزاول تلك الأنشطة العدوانية. يعني قلت له بلغ له، قل له قد نسامحك، شهر ولا شهرين، عام ولا عامين، قل لي برك قد نسمح لك. هذا لو ارسل له قال انا راني اخطات، مشيت في طريق وراني اخطات، خلاص عفى الله عنا وعن جميع المسلمين. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد، يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويعمل فيه بشريعتك، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم الف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نرضاك عليه، ولا تحرمنا خير ما عندك من سوء ما عندنا، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. سلم لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عداك. اللهم اهد هذه الأمة وقيد لها الرجال الصالحين، وقيد لها الرجال الصالحين، وقيد لها الرجال الصالحين الذين يخرجون بها إلى شاطئ الأمان. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب على الحق إله الحق. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان، في غزة وفي العراق وفي سوريا وفي بورما وفي الصين الشرقية وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. آمين يا رب العالمين. وأنا كذلك في الأخير أستاذ نور الدين أتقدم إليك بجزيل الشكر على هذه الالتفات الطيبة وهذه الاستضافة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا من قريب في ساعة خير من هذه الساعة وظرف خير من هذا الظرف. وبارك الله في مساك وجزاك الله خيرا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. سليم، ربي يبارك فيك وربي يحفظك ان شاء الله، ربي يطول عمرك، وربي ان شاء الله يجمعنا كي نهار اليوم ان شاء الله في الجزائر. امين امين. ربي يحفظك. شكرا. امين امين. على خير. شكرا. في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا. وعليكم السلام. اذن الاخوه والاخوات، كان هذا حوار مباشر مع الدكتور سليم صرار، اللي هو استاذ جامعي واحد الدعاه واحد الذين ابتلوا في الجزائر. تابعت الحوار المباشر، نتمنى هو ان رانا افدناكم من خلال هذا النقاش. نلتقي ان شاء الله في نقاشات اخرى. الى ذلك من حين تقبلوا تحياتي، تصبحوا على خير.